السلام عليكم. طبعا معظمكم عارفين التطور الحاصل في ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعارفين كيف التكنولوجيا دي بقت بتدخل في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. فتعالوا نشوف مع بعض زول ما عنده أي علاقة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. يعني ببساطة كده ما بيعرف يستخدم الحواسيب، ما بيعرف يستخدم الانترنت، ما بيعرف يستخدم التقنيات الحديثة. فزول ده لما يلقى نفسه فجأة في عصر الرقمنة، عصر التعامل فيه كله بقى يتم عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لما يلقى نفسه في مجتمع كل التعاملات فيه بتتم عن طريق الحواسيب، عن طريق الانترنت، مجتمع حكومته إلكترونية، التعليم فيه إلكتروني، الألعاب، الوظائف، المعاملات المالية، حتى الحروف فيه إلكترونية، وأبسط حاجة التواصل بين الناس بقى يتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية. فزول ده لما يلقى نفسه في مجتمع بتحاصر التكنولوجيا من كل جانب، فبكون متوتر ومنزعج. ليه؟ لأنه ما قادر يتعايش ولا يواكب التطورات الحاصلة حوله في المجتمع. فزول ده بكل بساطة يعني أي زول ما قادر يتعامل مع التكنولوجيا، فبكون ده الوضع بتاعه، بكون محتاج للمساعدة. الزول ده بلغة عصرنا الحالي بيعتبر أمي. زمان الأمية كانت بس أمية القراية والكتابة، لكن احنا حاليا في عصر التعاملات فيه كلها بتتم عن طريق التقنيات الحديثة. فانت الليلة لو ما بتعرف تستخدم الحواسيب ولا الانترنت ولا التقنيات الحديثة، فبتعتبر أمي تقني أو أمي رقمي. فأنا عايز أسألكم سؤال، تفتكروا احنا الليلة كسودانيين بننتمي للمجتمعات الرقمية؟ أو في زول شايف إنه إحنا كمجتمع سوداني بنقدر نفكر ونبدع وننتج كمجتمعات معرفية؟ عشان نقدر نجاوب على الأسئلة دي، خلونا نشوف المجتمعات الرقمية يعني شنو والمجتمعات المعرفية يعني شنو. المجتمعات الرقمية هي مجتمعات كل أفرادها بيمتلكوا المهارات اللازمة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. والمجتمعات المعرفية هي مجتمعات فيها مجموعة من الأفراد بيقعدوا مع بعض بيتفاكروا بيتناقشوا عشان يقدر يستفيدوا من معارف بعض بأكبر صورة ممكنة. فبعد ما عرفنا المجتمعات الرقمية يعني شنو والمجتمعات المعرفية يعني شنو، فبرجع وأقول هل نحن كمجتمع سوداني بننتمي للمجتمعات الرقمية والمعرفية أو لا؟ حاليا لو عينا المجتمعات المتقدمة والمتطورة بنلقى بدأت تملك مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال للأفراد منهم أطفال، يعني من أعمار صغيرة جدا. فلو عاينا للاهتمام والتركيز والشغف في عيون الأطفال ديل، بنلقى إنهم هم عارفين بيتعاملوا مع شنو. فنحن الليلة كمجتمع سوداني عايزين نواكب المجتمعات السبقتنا في المجال ده، مفروض نبدأ نملك أطفالنا مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لأنهم بيعتبروا نواة أساسية لمجتمعات قادمة. ونبدأ نمحي الأمية الإلكترونية بالنسبة للأعمار الشايفة إنه الفرصة فاتتها في إنها تواكب التقنيات المتقدمة والمتطورة. فالليلة بنلقى إن التكنولوجيا بقت بتدخل في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. فلو عينا مثلا للتعليم، بنلقى إنه معظم الدول اتجهت للتعليم الإلكتروني. بنلقى التكنولوجيا قدرت تحل لنا مشاكل كثيرة جدا، منها مشكلات صعوبات التعلم، مشكلات تأخر الفهم، الملل، الشرود الذهني، قدرت تنمي لي المهارات المعرفية العقلية العليا، وقدرت تحسن لي فرص العمل المستقبلية، وتهيئ الطلاب نفسهم لأنهم يخلقوا مجتمعات رقمية معرفية تقنية. بنلقى التكنولوجيا برضو اتجهت لنا للتجارة، فبنلقى أغلب التجار ورجال الأعمال اتجهوا للتجارة الإلكترونية، فبنلقى وفرت لنا مساحات بتاعة عرض، فكل اللي بيحتاج له هو التاجر أو رجل الأعمال مخزن
وموقع على الشبكة الإلكترونية عشان نقدر اعرض فيها البضاعة وسوقها. وكل التعاملات المالية بتتم عن طريق الإنترنت، درجة عالية من الأمن والضمان. طبعا معظمكم عارفين إن السودان داخل على حكومة إلكترونية، بمعنى إنه كل المعاملات سواء كانت مالية أو إدارية حتتم عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال. حاليا في السودان أجازوا لنا قانون المعاملات الإلكترونية وجرائم المعلوماتية، فحاليا تقريبا ما في أي إشكاليات، يعني أي إشكاليات ممكن تحصل الناس ممكن ترجع قوانين الإلكترونية. أبسط حاجة أو حتى الحروب الإلكترونية، الحروب ذاتها بقت شنو؟ إلكترونية. فعندنا طائرات بدون طيار، عندنا قنابل ذكية، حتى في برامج بتاع التجسس وقرصنة وهكرز. فبنلقى التكنولوجيا بقت تسيطر على كل جانب من جوانب الحياة. حاليا تقريبا أي زول قاعد هنا عنده جهاز جوال، معظمكم تقريبا عنده أجهزة بتاعت حواسيب أو أجهزة إلكترونية عموما في البيت. فالناس بتكون قاعدة عادي مع بعض، تكون قاعد مع أفراد أسرتك أو مع شلتك وأصحابك وبتتونسوا، بس الونسة كلها بتتم عن طريق الواتس، ممكن عن طريق الفيس. حتى أنت لو عايز تطمن على زول بعيد منك ممكن تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي تشوفه وتطمن عليه وتتكلم معه. فبنلقى أن التكنولوجيا قدرت تخلي العالم قرية صغيرة جدا اتلاشت فيها المسافات والحدود. من أهم الحاجات اللي دخلت فيها التكنولوجيا الصناعات والخدمات. فبنلقى في الصناعات في المصانع العملاقة نلقى في الروبوتات، نلقى برضو دخلت في الخدمات زي خدمات المصانع وخدمات المطارات والفنادق. فبنلقاها برضو دخلت لنا في حتة حساسة جدا زي الطب، بقى عندنا الكشف عن الأمراض، عندنا في المعامل في التحاليل، وفي أكثر حتة حساسة في الجراحة. فبيجي عندنا الروبوت الجراح، الروبوت الجراح بيجري العمليات الجراحية كاملة، بيكون بس تحت المراقبة اللي هو ده الروبوت الجراح. بنلقاه برضو دخل لنا في ذوي الإعاقة، قدرت تساعده بصورة كبيرة جدا. عندنا مثلا الأطراف الصناعية، بيجي في برامج إلكترونية قدرت تخلي ذوي الإعاقة يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية جدا. ومن هنا أنا حابة أحكي لكم قصة زول. الزول ده مصاب بمرض عصبي مميت، مرض التصلب الجانب الضموري، فحصل له شلل كامل، فبقى ما قادر يتحرك ولا حتى يتكلم عشان يعبر عن احتياجاته. الزول ده اتجه لشركة انتل للمعالجات والنظم الرقمية، صممت له جهاز بتاع حاسوب متصل بالكرسي بتاعه، طورت له نظام من خلاله قدر جهاز الحاسوب يقرأ حركة عيونه ويترجمها لكلمات وينطقها. الزول ده بمساعدة جهاز الحاسوب قدر انه يتخرج من جامعة اكسفورد بمرتبة الشرف، ويحصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج في علم الكون. الزول ده حصل على لقب البروفيسور اللوكاسي وكرسي الأستاذية الحاصل عليهم العالم الشهير إسحاق نيوتن، وحاليا بيعتبر من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، اللي هو العالم ستيفن هوكينج. خلونا نشوف مع بعض مقطع صغير بيوضح كيف جهاز الحاسوب بيقدر يقرأ حركة عيونه ويحولها لكلمات وينطقها. Professor Stephen Hawking, you've got this new communication system. What was wrong with your old system? My old system worked well, and I wrote 5 books with it, including A Brief History of Time, which was on the Sunday Times bestseller list for over 5 years, longer than any other book. The Bible and Shakespeare don't count, apparently.
But my old system had a rather primitive system for predicting the next word. Now Intel have written a new program, ACAT, which uses predictive text to speed up writing. What was the thing that you most wanted changed about the old system? It was the next word predictions I most wanted changed. بالنسبة لعالمنا العربي عندنا برضو أمير طالب فلسطيني قرب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية قدر برضو إنه يخد ستيفن هوكينج قدوة له ويستعين بجهاز الحاسوب فقدر إنه يتخرج من الكلية ويحصل على منحة لتكملة درجة البكالوريوس حبيت أشارككم بمقطع صغير من التخريج بتاعه خلونا برضو نشوفه مع بعض قررت إدارة الكلية منح الطالب أو الخريج أمير منحة كاملة لإكمال درجة البكالوريوس منحة كاملة لإكمال درجة البكالوريوس للأعوام القادمة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وذلك التحية فزي ما شفنا التكنولوجيا قدرت تدخل في كل جوانب حياتنا اليومية وقدرت تخلي ذوي الإعاقة يقدروا يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية جدا فأنا بتمنى إنه من هنا الناس كلها تطلع تحاول تنشر فكرة محو الأمية الإلكترونية ونحاول كلنا مع بعض نفكر إننا نعمل دورات في الأحياء في المراكز الشبابية نقدر من خلالها إننا نملك مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بكافة أفراد المجتمع السوداني ونقدر نخلي مجتمعنا السوداني مجتمع رقمي تقني معرفي شكرا جزيلا